انا ذيك المره متوفي صاحبي، انا كنت اسميه الولد ناصر، انا الي شاب صاحبي جاري حرقوه حرق. قلت عم بدق، سويت قهوه، قلت للمره سوي لي قهوه، عم بدق عليه مشان يجي يشرب قهوه، ولا مستوعب انه متوفي. دقيت عليه بتقول لي يا زلمه عمي بدق. اليوم راحوا جابوا الشباب، تعرف الميت بده دفن، يوم راحوا جابوه شال الجمجمه تبعته اللي هرت مثل ما بهر السكن هذا. لا زلم اطول بطفوتش من الباب، حطوه بكيس القده. شو مترجي من الدنيا؟ شو مترجي؟ انا شوف عيوني، انا ما كنت موجود بالبلد، انا موجود بالبلد، واللي انذبح بسكينه، واللي حطوهم بدار، نزلوا كل الدار عليهم. شو مترجي من الدنيا؟ ليه بدك ترجع؟ بس بدك ما بدك تخسر ناس وانت مش موجود. بس الموت هناك حسلنا، يموت بين اهله احسن له. يعني هذا ملاحظون قاعد بيصير عندنا موت تونا، يرجع بلاد الواحد اشرف له، يقعد ببلده اشرف له، مشان اذا مات مات بين اهله، واذا مات يندفن بارضه، مشان اذا يوم من الايام ابنه كبر هذا قبر ابوي يجي يقرا الفاتحه عليه.